السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم معايا في قناتي أكلنا بالمصري. إن شاء الله النهاردة هعمل بانيه المشوي على الجريل بتتبيلة سهلة جدا وسريعة. معايا نص كيلو من البانيه، معلقتين كبار خل، معلقتين كبار زيت، معلقة كبيرة صلصة، معلقة صغيرة فلفل أسود، بهارات فراخ، زعتر وقرفة وبابريكا ولمونة. هخلط المكونات اللي أنا مجهزاها دي كلها مع بعض وهتبل بيها شرايح البانيه. هقلب التتبيله مع بعض وهتبل بيها، هضيف لها معلقه صغيره ملح او رشه ملح لان البانيه عندي ده متبل في الفريزر زي الطريقه اللي كنت وريتها لحضراتكم قبل كده، علشان كده هحط رشه ملح بسيطه، ولو مش متبل هحط معلقه صغيره ملح. هخلط التتبيله على البانيه وهقلبه كويس قوي. انا هنا علشان كنت متبله قبل كده بميه بصل، فانا هشويه على طول. هجهز الجريل وهمسحه بفرشة زيت وهحط البانيه على طول، واول ما ياخد لون هقلبه الناحية التانية. انا شويته على طول وبياخد طعم التتبيلة اللي انا جهزتها زي ما حضراتكم شفتوا. ولو هو مش متبل بمية بصل مسبقا، ممكن اسيبه في التتبيلة دي لمدة ساعتين. اخد لون من الناحيتين زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا شرايح البانيه بتستوي على طول مش بتاخد وقت، وكده هي جاهزة على طول للاكل. ده شكل شرايح البانيه المشوي على الجريل. تتبيلة سهلة جدا وسريعة لو انا مستعجلة، لو البانيه متبل في الفريزر بمية بصل زي ما كنت عاملاه قبل كده سهل ان انا اعمل لها التتبيلة دي واشويه على طول. ولو مش متبل هسيبه في التتبيلة اللي احنا عملناها دي ساعتين وهيكون جاهز على طول. طريقة سهلة وبسيطة، ان شاء الله لما تجربوها تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.